المسرح كان يعني مساحة الحرية فيه أنا أعتقد أكثر من الآن. الرقابة معدومة كانت عن المسرح بالستينات والسبعينات والثمانينات، الرقابة معدومة سواء كان بالتلفزيون أو بالمسرح. مسرح نعم. يمكن المسؤولين عن الأعمال الفنية قادرين على أن يتولوا رقابة أعمالهم، وعندهم خطوط رئيسية يمشون عليها، وعندهم من الوعي ومن الإدراك إن ما يتعدى هذه الخطوط. أنا كنت رقيب وكنت مراقب التمثيليات حتى سنة 85 ما شاء الله، فكانت عندنا خطوط يعني واضحة المعالم. يعني الواحد يقدم العمل وهو مطمئن إنه مراقب 100%. نعم. وكذلك بالنسبة للمسرح، رقابة المسرح كانت خفيفة، وفي نفس الوقت القائمين على الأعمال المسرحية في ذاك الوقت يعرفوا حدود الرقابة ذاتية. رقابة ذاتية كانت. إيه نعم. الآن طبعا الجيل تغير والأعمال كثرت والسوق صار يطلب، ومحطات التلفزيون والفضائيات وهذا.